أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من العاصمة الأسترالية كامبرا، البعثة الإعلامية المرافقة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله تحييكم وتقدم لكم هذه الرسالة. غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد بحفظ الله ورعايته مدينة سيدني في حوالي الساعة الثانية إلا ربعا بعد ظهر اليوم بتوقيت شرقي أستراليا، متوجها إلى العاصمة كامبرا حيث يبدأ سموه الزيارة الرسمية لأستراليا. وقد وصل سموه وإخوانه أعضاء الوفد المرافق إلى مطار كامبرا في حوالي الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم. وكان في استقبال سموه حفظه الله ورعاه فخامة حاكم عام استراليا السيد بيل هايدن ورئيس الوزراء الاسترالي بول كيتينغ وعدد من اعضاء الحكومة الاسترالية وسفير المملكة العربية السعودية لدى استراليا وايضا عدد كبير من كبار المسؤولين الاستراليين. وقد أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بقدوم حضرة صاحب السمو أمير البلاد. وبعد أن عزف السلام الوطني الكويتي، قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد بالتفتيش على حرس الشرف الذي اصطفى لتحية سموه.
وبعد أن صافح سموه رعاه الله كبار مستقبليه، توجه إلى النصب الجندي المجهول في العاصمة الأسترالية كامبيرا، حيث قام سموه بوضع إكليل من الزهور. وتستغرق زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد إلى أستراليا 3 أيام، يجري خلالها محادثات مع فخامة حاكم عام أستراليا وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الأسترالية، تستهدف تطوير العلاقات الودية القائمة بين البلدين الصديقين وتوجيه الشكر للحكومة الأسترالية وللشعب الأسترالي على الدور الذي قامت به أستراليا إبان العدوان العراقي الغادر على دولة الكويت. وبعد ذلك قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد، ترافقه السيدة بيرل بيوريبيري مسؤولة النصب التذكاري للجندي المجهول، بجولة في قاعة الشرف والتي ضمت صورا وأسماء لأبطال التاريخ العسكري الأسترالي. ثم اطلع سموه رعاه الله على المعرض العسكري الذي حوى صورا ونماذج من الأدوار البطولية التي قام بها الجيش الأسترالي عبر التاريخ، ومنها صور عن الدور الأسترالي في حرب تحرير الكويت. That of the captain of the HMAS Success, Tinker, France, Great Britain. This is Iraqi material. You have quite a large collection yourself. Yes, I've got this. Uniform of Australia. These were the works of some of the Australian artists who visited shortly after the war was completed and captured some of the destruction. The Memorials collection is a very rich and diverse one and tells the story of all of Australia's experience of war. وفي ختام زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد للنصب التذكاري للجندي المجهول، قامت السيدة بيرل بيوريبيري بتقديم هدية تذكارية لسموه رعاه الله.
وفي حوالي الساعة 5 مساء بتوقيت مدينة كامبيرا استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وزير الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالي جاريث إيفنز، كما استقبل سموه رعاه الله وزير التجارة الخارجية والتنمية عبر البحار السيد جون كيرن. وقد تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين في كافة المجالات. وقد حضر المقابلتين المستشاران بمكتب سمو الأمير ووزير المالية ووكيل وزارة الخارجية ومدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وسفير الكويت لدى أستراليا. وفي حوالي الساعة 7 مساء توجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد إلى مقر الحكومة، حيث عقدت المباحثات الرسمية بين سموه حفظه الله وفخامة حاكم عام أستراليا. كما جرى خلال اللقاء تبادل الهدايا التذكارية بين حضرة صاحب السمو أمير البلاد وفخامة حاكم عام أستراليا بيل هايدن، الذي أقام بعد ذلك مأدبة عشاء على شرف حضرة صاحب السمو أمير البلاد وإخوانه أعضاء الوفد المرافق. تنتهي سيداتي وسادتي رسالتنا والتي وافيناكم بها من العاصمة الأسترالية كامبيرا. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.